مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. احتفالية كبرى في مؤسسة الشهداء بمناسبة ذكرى نصر الكبير على عصابات داعش الإرهابية. مؤسسة الشهداء تقوم بفتح مقبرة جماعية شمال مدينة نجف الأشرف. في زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع السيد علي عبد الرحمن المبرقع يلتقي عددا من ذوي الشهداء ويواجه بحل المشكلات التي تواجههم في الحصول على حقوقهم وامتيازاتهم. في إطار لقاء الخميس الأسبوعي، التقى السيد علي عبد الرحمن المبرقع عدداً من ذوي الشهداء للإطلاع على المعوقات التي تحول دون حصولهم على الحقوق والامتيازات التي نصت عليها القوانين النافذة. السيد المبرقع أكد أن اللقاء الذي أصبح تقليداً أسبوعياً يحضره الملاك المتقدم في المؤسسة يصار فيه إلى تقديم حلول آنية للمشكلات التي تواجه ذوي الشهداء في الحصول على استحقاقاتهم، مشيراً إلى أن المشكلات الأخرى التي لا يمكن حلها آنياً تتم متابعتها من قبل الجهات المعنية. وشدد السيد المبرقع على ضرورة قيام الوزارات بتنفيذ فقرات القوانين ذات الصلة بحقوق ذوي الشهداء قدر تعلق الأمر بها، متوعداً الوزارات التي تتمنع عن ذلك باللجوء إلى القضاء. أخذنا قرار سابق بمقابلة ذوي الشهداء كل يوم خميس والاطلاع على مجمل القضايا التي تهمهم والمعوقات العمل وكذلك يعني احتياجاتهم من ناحية ما خصصه لهم القانون من امتيازات، جلسة شفافة فيها مكاشفة ما يدور في المؤسسة، الموازنة، التعيينات، الرواتب المتراكمة، كل ما يخص ذوي الشهداء نجلس نحن هنا الكادر المتقدم للمؤسسة ونتباحث مع ذوي الشهداء ما نستطيع إنجازه ينجز فورا، وهناك بعض القضايا تحال إلى الدوائر القانونية لاتخاذ الإجراء والأسبوع الذي يليه تنجز إن شاء الله جميع يعني القضايا التي تحتاج إلى وقت من الزمن. هناك تفاعل كبير ما بين السادة الكادر المتقدم للمؤسسة وما بين ذوي الشهداء، جلسة لطيفة شفافة واضحة، ننفتح بعضنا على البعض الآخر، نسمع همومهم وبدورنا نعكس هذه الهموم إلى سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وكذلك إلى سيد رئيس مجلس النواب وسيد النائب ولجنة الشهداء من أجل المساهمة في تذليل هذه المعوقات والانفتاح الكامل على مجمل القضايا. واضح لدينا يعني عجز في الميزانية، عدم قدرة المؤسسة نتيجة التخصيصات المالية المحدودة على تلبية كل ما يحتاجه ذوي الشهداء. هناك مشكلة أيضا عميقة في قضية التعيينات، أغلب ذوي الشهداء يعني لم يحصلوا على تعيينات والنسب التي خصصت ضمن القانون هناك كثير من الوزارات لا تلتزم بهذه النسب. نحن سنتابع من خلال المؤسسة وأيضا سنقوم برفع دعاوى إذا اضطررنا يعني ضد الوزارات التي لا تلتزم بحصص ذوي الشهداء، شريحة عانت الكثير، فقدت معيلها، فقدت ذويها، وبالتالي يحتاجون إلى مد يد العون. هم يختلفون عن غيرهم الذين نموا ونشأوا ضمن أسر طبيعية، أب وأم وعائلة ورعاية، هؤلاء لم يحصل على رعاية وذاك أغلبهم لم يحصل على تعليم أيضا تعليم عالي. أغلب الآن القضايا التي تعرض علينا هم يعني ابتدائية إعدادية متوسطة، هذه نتيجة فقدان يعني فقدان الأب فقدان المعيل، وبالنتيجة هؤلاء لهم الحق الكامل في المطالب بحقوقهم التي كفلها القانون. هي ليست منا من أحد، حقوق ذوي الشهداء ليست منا وإنما هي واجب فرضه القانون على جميع الوزارات الالتزام بهذا. هؤلاء شهداء، هؤلاء لهم العلوية في المجتمع،
قدموا دماء، قدموا تضحيات، على جميع الوزارات أن تلتزم بتطبيق القانون. ذوي الشهداء الذين تشرفوا بلقاء السيد المبارقة أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المؤسسة في تذليل العقبات التي تواجهها في إنجاز المعاملات المتعلقة بحقوقهم وامتيازاتهم، مبدين تفاؤلهم بمستقبل المؤسسة في تقديم خدماتها إلى ذوي الشهداء. والله أنا بالنسبة لي اليوم جيت هنا على أساس أكون مقابلة المواطنين كل خميس، تلقيتها من يد الوفاء من خلال برنامج المؤسسة، وشفت هذا الكم الهائل من المواطنين. أنا يعني وشكرت من الأستاذ علي المبارقع بأن تحملوا كلهم قابلهم، أنا كنت أصور عن نص يقوم أو يوكل واحد، فإن شاء الله أنا برأيي المؤسسة بالطريق الصحيح الآن، رغم قصر المدة اللي استلمها الأستاذ علي أكو إنجازات. احنا ان شاء الله انتم بدعمكم لنا وتعاونكم ويانا، واحنا ان شاء الله نبذل قصارى جهدنا، يعني بصراحه يوميا احنا عندنا اتصالات ونضغط ان شاء الله تعالى في سبيل ان نحاول نحصل حقوقكم. ان شاء الله هذه السنه اكو يعني عمل على الموازنه، ان شاء الله تعالى نخرج برقم زين لنا، وان شاء الله هذا ينعكس عليكم. السيد المبرقع يستقبل وفد الإدارة المركزية في هيئة الحج الشعبي، ويؤكد أن تكريم ذوي شهداء الحج الشعبي والجرحى يمثل واجبا وطنيا وإنسانيا نبيلا. أكد السيد علي عبد الرحمن المبرقع أن تكريم ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً نبيلاً. السيد المبرقع ولد استقباله مدير الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي سلطان الموسوي ومدير قسم الجرحى في الإدارة المركزية ناظم الخزرجي، أكد أن مؤسسة الشهداء وهيئة الحشد الشعبي تطلعان بمهمة وطنية كبيرة تتمثل برعاية ذوي الشهداء والجرحى من أبطال الحشد الشعبي، مضيفا أن على المؤسسة والهيئة البحث عن السبل الكفيلة بتذليل الصعاب التي تواجههما على طريق استحصال حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والجرحى التي كفلها القانون لهذه الشريحة المضحية. هذا وحضر اللقاء نائب رئيس مؤسسة شهداء كاظم عويد. السيد المبرقع يترأس اجتماعا لموظفي قسم الحسابات ويدعوهم للعمل بروح الفريق في خدمة ذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث. ترأس السيد علي عبد الرحمن المبرقع اجتماعا لموظفي قسم الحسابات في مؤسسة الشهداء لمناقشة سبل الارتقاء بأداء القسم من أجل تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء. السيد المبرقع أشاد بجهود العاملين في القسم وما قدموه في خدمة موظفي المؤسسة ودوائرها ومديرياتها فضلا عن ذوي الشهداء، داعيا إلى العمل بروح الفريق وبمزيد من الإيثار من أجل إنجاح جهود المؤسسة في خدمة ذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث. وأشار إلى أن ما تمتلكه مؤسسة الشهداء من خبرات يجعلها قادرة على الوقوف على مواطن الخلل لمعالجتها وتحديد نقاط القوة والإبداع لتعزيزها، وصولا إلى تحقيق أهداف المؤسسة في تقديم الرعاية المادية والمعنوية لذوي الشهداء، داعيا إلى وضع
خطة عمل واضحة في هذا الاتجاه وتنفيذها بدقة. من جانبهم قدم موظفو قسم الحسابات مقترحات عملية للنهوض بواقع القسم وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تعترض سبيل عملهم. مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية يعلن وزير الوجبة الأولى من قرارات اللجنة القضائية بشأن ضحايا التظاهرات. أعلن مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية طارق المندلاوي إنجاز الوجبة الأولى من معاملات ذوي الشهداء من ضحايا التظاهرات. المندلاوي أوضح أن اللجنة القضائية المشكلة في بغداد أصدرت القرارات الخاصة بالشهداء بعد أن قدمت مديريات الشهداء الثلاث التسهيلات إلى عائلات الشهداء ومتابعة معاملاتهم في الدولة دوائر ذات العلاقة وصولا إلى مصادقة اللجنة على المعاملات التي عدت ضحايا التظاهرات من الشهداء المشمولين بالحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون، موضحا أن اللجنة ستواصل العمل حتى إصدار القرارات المتعلقة بالمعاملات المتبقية. اليوم الحمد لله تم إنجاز الوجبة الأولى من خلال مصادقة اللجنة على قرارات، وأول قرار تم المصادقة عليه هو قرار الطفلة مرام. الطفلة مرام تم المصادقة على هذا القرار، وعدة من الشهداء، هذه الطفلة اللي أعتقد كان هناك تعاطف كبير من قبل الرأي العام، تم المصادقة على هذه المعاملة. وأيضا اليوم الوجبة الأولى تم إنجازها من أصل 108 معاملة تم ترويجها في بغداد، وتم المصادقة على أكثر من 50% من هذه المعاملات، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة بعد ما أن تستكمل إجراءات ترويج المعاملة من حيث القسام الشرعي والأوراق التحقيقية والأمور الأخرى وسوف تكمل إن شاء الله. بعد ذلك الآن بمجرد صدور القرار وشموله بقانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الأول لقانون رقم 20 لسنة 2009 أصبح عائلة الشهيد من ذوي الشهداء لهم كل الحقوق والامتيازات اللي نص عليها أحكام القانون. ومؤسسة الشهداء قامت طبعا بجهد من خلال مديرياتها في جانب الكرخ والرصافة ومدينة الصدر، زاروا عوائل الشهداء، قدموا لعوائل الشهداء كل التسهيلات القانونية والاستشارات المهمة من أجل ترويج معاملاتهم عن طريق المحاكم ومراكز الشرطة. إن شاء الله مؤسسة الشهداء اللي هو البيت الكبير لكل عوائل الشهداء تقدم كل التسهيلات وكل الدعم والإسناد بالنسبة لعوائل الشهداء من المتظاهرين. بأمر وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان، وأيضا بمتابعة من قبل السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الإصافة القاضي عماد الجابري، وبالتعاون مع الأخوة في مؤسسة الشهداء تم تشكيل هذه اللجنة القضائية لغرض إنجاز معاملات وطلبات ذوي الشهداء المظاهرات الأخيرة بدءا من 11 تقريبا. اليوم عرضت على اللجنة تقريبا 108 دعوة أو قضية، تم إنجاز ما يقارب 50% من هذه. كان الإنجاز حقيقة بالتعاون مع جهود بقية الأخوة من أعضاء اللجان اللي هي ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والصحة ومحافظة بغداد، وأيضا مؤسسة الشهداء، أيضا بالتعاون مع اللجان القضائية المشكلة في جانب الكرخ والرصافة من الأخوة الزملاء القضاة. والحمد لله اللجنة لا زالت مستمرة بأعمالها، وإن شاء الله احنا نوعد ذوي الشهداء بإنجاز كافة المعاملات لبغية الحصول على كافة حقوقهم القانونية ضمن قانون مؤسسة الشهداء إن شاء الله. أهلا
أهلا بكم من جديد. أقامت مؤسسة الشهداء احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الثانية ليوم النصر على عصابة داعش الإرهابية. الاحتفالية شهدت تكريم عدد من جرحى الحج الشعبي، كما تضمنت افتتاح معرض للصور التي جسدت جوانب من بطولات القوات المسلحة والحج الشعبي في معارك التحرير. التفاصيل في التقرير الآن. النصر الذي حققه العراقيون يوم هزموا شذاذ الآفاق من عصابات داعش الإرهابية ومن يقف وراءها وطهروا أرض العراق من دنسهم. هذا النصر لم يتحقق إلا بدماء أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي ممن لبوا نداء المرجعية الدينية العليا، وتقديرا لتلك التضحيات ووفاء لدماء الشهداء الزكية، أقامت مؤسسة الشهداء احتفالية بمناسبة ذكرى النصر المبين. الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان يوم النصر يوم التضحية والفداء والشهادة شهدت حضورا واسعا، وتضمنت تكريم عدد من جرحى الحشد الشعبي الأبطال تقديرا لتضحياتهم. اليوم مؤسسة الشهداء تحتفي بذكرى النصر المبارك، هذا الانتصار الكبير على الطغمة الدموية التي جثمت على صدر العراق داعش الإرهابي. ولولا كما يمكن أن نشيدها هنا بالدور المرجعية الرشيدة التي لولاها لما تحقق هذا النصر، إذا أفتى السيد السيستاني حفظه الله بالفتوى الجهاد الكفائي فهب شبابنا وأبناؤنا من أبناء الحج الشعبي الأبطال وكذلك قواتنا الأمنية، واستطاعوا أن يقارعوا هذا الإجرام الدموي المدعوم من قبل دوائر دولية، واستطاعوا أن يحسموا المعركة بسنوات قليلة. كان المقدر، الخبراء يقدرون أن هذه المعركة ستطول لمدة 10 سنوات، لكن أبطالنا استطاعوا أن ينهوا هذه المعركة بأقل من 3 سنوات أو نيف أو أكثر بقليل. نحن اليوم نحتفي بهذا النصر، نحتفي بالشهداء بالجرحى. الآن استقبلنا مجموعة من الجرحى، كرمناهم في هذا الاحتفال، وسنظل نطالب بحقوقهم كمؤسسة شهداء، بحقوق الجرحى وحقوق الشهداء. وينبغي أيضا أن يشاد بهذا الانتصار وأن تقام الاحتفالات كل عام، وينبغي أن يكون هذا اليوم هو يوما وطنيا باعتبار أن هذا الانتصار وحد العراقيين وجعلهم متكاتفين سوية إن شاء الله. تبارك مؤسسة الشهداء لأبناء الشعب العراقي للسنة الثانية على التوالي ذكرى تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية. بالواقع المؤسسة تستذكر هذه المناسبة بفرح وسرور من خلال إقامة الفعاليات المناسبة ونشر المعارض في داخل المؤسسة وفي أبنية التي تقام بها هذه المناسبات. في المقر الرئيسي في المؤسسة اليوم كرم رئيس مؤسسة الشهداء مجموعة من الجرحى الذين شاركوا في العمليات العسكرية التي حققت النصر بتضحياتهم وببطولاتهم. الحمد لله اليوم كرمت المؤسسة مجموعة منهم، وهي تمشي باتجاه أن تلبي جميع احتياجاتهم من خلال الدعم لذوي الشهداء، من خلال تسجيلهم في مؤسسة الشهداء وتقديم الرعاية المادية والمعنوية في عموم محافظات العراق. يسعدنا ويفرحنا أن نقيم احتفالية بمناسبة الفتوى العظيمة ذكرى النصر، ذكرى انتصار الحق على الباطل، ذكرى انتصار الحشد المقدس على عصابات داعش، والحمد لله رب العالمين على هذا النصر. ونتمنى من الله أن يكون عراقنا من نصر إلى نصر. داعش والبعث والخانة وهناك وكر ما بين حية وعقرب أسود، تدري بسيل داعش راحت شلون؟ نصبنا ضلوعنا وصرنا لك السد، شهامة ومرجلة وترس الشواجير، وعلى جتاف الصقر يا بوم يصعد. أنا العند زلم دواسة الليل ولواجة رصاص، والله يشهد أنا طوفان نوح وجاي لك سيل، بس اصبر علي يوصل لك المد. نار الطف بعدها بنص الضلوع، نار الطف بعدها بنص الضلوع، واحدهم مثل عباس له. المشاركون في احتفالية يوم النصر أشادوا بجهود مؤسسة الشهداء في استذكار هذا اليوم العظيم في تاريخ العراق الحديث، وثمنوا المواقف البطولية للحشد الشعبي التي فاقت التوقعات، داعين إلى بذل المزيد من الجهود كي ينال المضحون وعائلاتهم ما يستحقون من رعاية
واهتمام. مبادرة طيبة من رئيس مؤسسة الشهداء السيد علي المبرقع للاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية للانتصار على الدواعش وانهزامهم، أنه بمسألة تكريم جرحى الحشد الشعبي الأبطال الذين قاوموا أكبر قوة غاشمة على وجه الأرض وانتصروا عليها بمدة زمنية قصيرة لم تستطع حتى دول عظمى من أنه تتنبأ بهزيمتهم خلال حتى 30 سنة. الأمر الآخر، إحنا تكريم الجرحى هو حقيقة بدروع وأشياء، هاي أشياء شيء معنوي، لكن أعتقد أنه الأهم من بموضوع التكريم هو تطبيق الحقوق الموجودة لهم في القوانين النافذة. وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي تحدث عن تضحيات أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي وجهود مؤسسة الشهداء في دعم مقاتلين الأبطال في جبهات القتال ورعاية ذوي الشهداء، كما تضمنت معرضاً للصور جسد آثار الدمار الذي ألحقته عصابات داعش الإرهابية بالمدن التي استهدفتها، والمواقف البطولية لقواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي في تحرير تلك المدن وجهود إغاثة النازحين. قامت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بفتح مقبرة جماعية تقع شمال مدينة النجف الأشرف. المقبرة الجماعية التي ضمت رفات عدد من الشهداء تعود إلى أيام الانتفاضة الشعبانية المباركة. المزيد في التقرير الآن. منذ إنشاء مؤسسة الشهداء كمؤسسة حكومية تعنى بشؤون شهداء العراق ورعاية ذويهم، كانت المؤسسة حريصة على إيلاء جرائم نظام البعث البائد التي ارتكبها ضد العراقيين ما تستحق من اهتمام، بهدف التعريف بها وكشف المظلومية الكبيرة التي عاشها العراقيون في ذلك النظام الدموي، وحيث أن المقابر الجماعية كانت الأبرز بين تلك الجرائم لفداحتها وارتفاع أعداد الضحايا فيها، فقد سعت مؤسسة الشهداء للكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على رفات الضحايا وتحديد هويتهم. وفي هذا السياق قامت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بفتح مقبرة جماعية جديدة تقع شمالية مدينة النجف الأشرف. المقبرة الجماعية ضمت رفات عراقيين معظمهم من الشباب. نحن اليوم نقف أمام واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد. هذه الجريمة ذات البعد الإنساني والدولي التي غيب من خلالها آلاف من شبابنا بطريقة تعسفية دون أدنى حقوق مراعاة لحقوق الإنسان، أهدرت كرامتهم وتم إعدامهم بطريقة بشعة. هذا القبر الذي ترونه أمامكم ضم أكثر من 1400 جثة، تم سحب 1300 جثة بعد سقوط النظام مباشرة من قبل الأهالي، والآن فوجئنا أيضا بوجود أعداد كبيرة وقبور أيضا تم فتحها الآن. المؤشرات لدينا أن هذه المنطقة كانت منطقة أمنية كان يستخدمها النظام القمعي لقتل وسوق شبابنا بطريقة جماعية. أغلب الرفات التي تم العثور عليها يتراوح أعمارهم من 25 سنة إلى 30 سنة، أي في ريعان الشباب بعد الانتفاضة الشعبانية عام المباركة عام 1991. هذه الجريمة واحدة من الجرائم البشعة التي لا زالت مؤسسة الشهداء تنقب وتبحث في مقابر جماعية أخرى. لدينا أكثر من 60,000 شهيد مسجل في مؤسسة الشهداء لم نعثر على رفاتهم، كلهم تم تغييبهم بطريقة وحشية وبطريقة سرية، كأنما النظام كان عبارة عن منظمة بوليسية سرية لا هدف لها سوى القتل والقمع وتغييب معالم الجريمة. نحن نمثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP التي تعمل في العراق منذ مدة طويلة، ونعمل وفق اتفاقية تقوم على التنسيق والشراكة مع مؤسسة الشهداء في موضوع البحث عن المفقودين والمغيبين. شكرا جزيلا للأخوة السيد رئيس المؤسسة والسيد المحافظ
والأستاذ ضياء كريم مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية للعمل المضني والتعامل البناء من أجل استخراج الرفات وإعادة حقوق المفقودين. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تعمل جاهدة للتعرف على مصير هؤلاء المفقودين بغض النظر عن العرق أو الطائفة، وهدفها هو إعادة الحقوق إلى ذوي المفقودين، لأننا نعمل من أجل حقوق الإنسان وفق القانون، ويجب العمل بشراكة لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين. شكرا جزيلا. المقبرة الجماعية مثلت حلقة في سلسلة جرائم نظام البعث البائد، لذا قررت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع محافظة النجف الأشرف تخليد شهداء هذه المقبرة الجماعية باتخاذها مزاراً لذوي الشهداء وغيرهم من العراقيين، لتكون دليلاً آخر على وحشية نظام البعث البائد الذي مثلت العصابات الإرهابية بعد عام 2003 امتداداً له ولجرائمه النكراء. اليوم نقف في معلم مهم جداً، هذا المعلم يدلل على بشاعة النظام الإجرامي السابق، نظام صدام المجرم، وهي العثور، ونعلن العثور على مقبرة ثانية جماعية وثالثة في هذا المكان. هذا المكان نقب في عام 2012 أيضا من نفس اللجان العاملة، وتم انتشال 9 أيضا الأخوة بحقيقة جهود مضنية وكبيرة جدا، عثروا على مقابر جماعية ورفات للذين أعدمهم المجرم صدام حسين في الانتفاضة الشعبانية. اليوم نعلن الانتهاء المرحلة الأولى من أعمال البحث والتحري للموقع الأمني اللي كان يستخدم النظام السابق لإبادة الشعب العراقي بشكل عام والشباب النجفي بشكل خاص. بعد أن انتهت هذه المرحلة سنعمل مستقبلا على استنفاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية، ومن ثم نبدأ بمرحلة لاحقة اللي هي مرحلة التنقيب، ومن ثم ستتم عملية رفع الرفات اللي موجودة في هذه المقابر اللي ابتداء كانت أكثر من قبر جماعي في هذا الموقع، علما أنه هذا العدد قابل للزيادة. سيكون معنا أيضا شركاء إضافة للجنة الدولية لشؤون المفقودين متمثلة بدائرة الطب العدلي لرفع الرفات وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، وأخذ نماذج عظمية من كل رفات ترفع من هذه المقبرة لغرض إجراء المطابقة وتحديد هوية الضحايا. بصراحة ملف المقابر الجماعية ملف شائك ومعقد لسببين. السبب الأول كون أعداد الضحايا كبير جدا، لم تنتهي بانتهاء النظام البعثي عملية الإجهاز على الشعب العراقي، وإنما استمرت ما بعد 2003، لازال الآلية القتل والإجهاز على الضحايا هي نفس الطريقة للأسف، وبالتالي أصبحت لدينا تركة كبيرة جدا ملقاة على عاتق مؤسسة الشهداء. مثل ما ذكر السيد رئيس المؤسسة، الدعم لازال لا يلبي مستوى الطموح وليس في مستوى هذا الملف. نتمنى أن تكون هناك تضافر جهود، ليست فقط جهود على مستوى الحكومة العراقية، وإنما أيضا المجتمع الدولي، أن تهز هذه الفرصة لمناشدة المجتمع الدولي لإبراز حقيقة ما تعرض له هذا الشعب العراقي من جرائم بشعة بحق أبناء الشعب. وإذ تكشف مؤسسة الشهداء عن هذه المقبرة الجماعية في النجف الأشرف، فإنها تأمل في أن يسعفها الدعم الحكومي كي تتمكن من كشف جميع المقابر الجماعية في مختلف المحافظات، لتكون أدلة إدانة دامغة تفضح نظام البعث البائد وصنيعته من العصابات الإرهابية. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. لكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، ومتابعة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.